ترغب في دراسة البرمجة وعلوم الحاسب؟ إليك أفضل 7 منح تساعدك على ذلك. الكثير من الأشخاص قد يبحثون عن فرص دراسية في مجالات مثل علوم الحاسب الآلي والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ومجالات أخرى مطلوبة بشدة في سوق العمل الحالي. إذا كنت تهدف إلى العمل في إحدى هذه المجالات، فإن الحصول على منحة دراسية قد يكون المفتاح الذهبي لدخول أبواب هذه الصناعة الضخمة، خاصة أن السعي لإكمال تخصص علوم الحاسب يأتي غالباً بالتزامات مالية كبيرة. والأهم من ذلك، عندما تبدأ في البحث عن وظائف في هذا المجال، فإنك غالباً ما تدرك أن الشركات تقدر الجهد والشغف الذي يتم توجيهه نحو تقديم الطلبات للحصول على منح دراسية، وتعتبر أن الطلاب الذين يحصلون على هذه المنح مرشحين متفانين وموهوبين بشكل كبير في مجالهم. لذا سنقدم لك الآن مجموعة من أهم وأقوى منح الدراسة العليا المتاحة حالياً في هذه المجالات. منحة جامعة ستانفورد. تقع جامعة ستانفورد في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أعرق وأشهر الجامعات في العالم. برنامج المنح نايت هينيسي هو برنامج دولي للدراسات العليا يقدم منحة للطلاب المؤهلين للدراسة في الجامعة، حيث توفر المنحة تمويلا لمدة تصل إلى 3 سنوات لمتابعة الدراسة العليا في جامعة ستانفورد. لا توجد شروط على العمر أو الكلية أو مجال الدراسة، ويمكن لأي طالب من أي دولة التقديم للمنحة، حيث تشمل المزايا تغطية كاملة لرسوم الدراسة وتكاليف المعيشة والنفقات الأكاديمية وتكاليف السفر. منحة الحكومة الهولندية. تقدم الحكومة الهولندية فرصاً للطلاب من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية لاستكمال دراستهم في هولندا. تقدم هذه المنحة دعماً مالياً بقيمة 5000 يورو خلال السنة الأولى من الدراسة. كما تتطلب المنحة من المتقدم أن يكون مواطناً من خارج الاتحاد الأوروبي وأن يتسجل في برنامج البكالوريوس أو الماجستير بدوام كامل في أحد الجامعات البحثية الهولندية المشاركة. كما يمكنك اختيار التخصص الذي ترغب فيه مثل علوم الحاسب أو الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة. منحة الجامعة الأوروبية الأطلسية. تقدم الجامعة الأوروبية الأطلسية في إسبانيا 20 منحة دراسية تعاونية للطلاب الوافدين الذين يرغبون في دراسة هندسة الحاسب. البرنامج يمتد على مدى 4 سنوات ويزود الطلاب بالمهارات الضرورية للنجاح في هذا المجال. كما يشمل المنهج الدراسي مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك شبكات الحاسب وهياكل البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية. منحة كلية بيريا. تقدم كلية بيريا في ولاية كنتاكي فرصة فريدة للطلاب من جميع أنحاء العالم لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تغطي هذه المنحة الدراسية كامل تكاليف السنة الأولى من التسجيل بما في ذلك رسوم الدراسة والسكن. لكن خلال السنوات اللاحقة يطلب من الطلاب دفع 1000 دولار أمريكي سنويا. كما توفر الكلية فرص عمل صيفية للطلاب لمساعدتهم على تلبية هذا الالتزام المالي. كما أن الكلية تقدم مجموعة من التخصصات بما في ذلك دراسة علوم الحاسب. منحة الجامعة الألمانية الدولية. تقدم الجامعة الألمانية الدولية منحة دراسية للطلاب من مختلف دول العالم للدراسة عبر الانترنت، وذلك في مجالات علوم البيانات وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث يمكن للطلاب دراسة برامج البكالوريوس والماجستير ومتابعتها عبر الانترنت من أي مكان. منحة أمازون ويب. تقدم خدمة أمازون ويب منحة لتعليم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بالتعاون مع منصة يوديسيتي. كما تستهدف المنحة الطلاب الذين يعانون من نقص الوصول للخدمات التقنية ونقص التمثيل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. كما تشمل المنحة وصلاً مجانياً إلى برنامج دراسي بدرجة نانو لبرمجة الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة بايثون. منحة برنامج زمالة جوجل. يقدم جوجل برنامج الزمالة لدعم طلاب الدكتوراه في مجالات متعلقة بعلوم الحاسب. المنحة تغطي تكاليف الدراسة وتوفير راتب حسب الحاجة، كما تشمل أيضا دعما لنفقات البحث والسفر. كما يتيح البرنامج التواصل مع مرشد من جوجل لدعم الطلاب في أبحاثهم ومشاريعهم. هذه المنح والبرامج الدراسية تقدم فرصا رائعة للطلاب الطموحين لمتابعة دراستهم وتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.